فتح عيونه. عتبيك، عتبيك عم تسمع صوتي؟ عتبيك خبري عيلته. أنا بنتي هون وكل عيلتك هون، بس ما فينا ندخلهم مشان ما تنفعي. بانا لو حضرتك خبرتنا كنا جبنا لك ياهم على المستشفى. يسلموا. نحن كتير بعنا مشغول على عطبيك. فينا نزور البيك بالمستشفى؟ ما في داعي، لأنه حاطينه بالعناية المركزة، ما رح تقدروا تشوفوه. إذا حابب نجهز أي غرفة للخانم يا بيك، نحن تحت الخدمة. بدي إياكم تجهزوا جناح الضيوف. على الأغلب أمي ما رح تطول هون، لأنه أكيد بعد الجنازة رح ترجع. ليش ما في أمل إنه يعيش البيك؟ مع الأسف الأمل كتير ضعيف، لازم نكون جاهزين لكل شيء لأنه الموت حق، وأكيد الناس رح يجوا مشان يعزونا، ولازم نقوم بواجب الناس. ما هيك؟ شو بدنا نساوي؟ هي إرادة رب العالمين. إذا بتريدي ما بصير تفوتي لهون. لو سمحتي اهدي شوي، لا تخلي المريض ينفعل. بابا بانا. بابا أكيد رح تطيب. أنت لازم تطيب. وضع مستقر، قولي إن شاء الله. ماشي، مع السلامة أمي. هداك اليوم ملعب الجولف حسيته تعبان شوي، معناها الشغلة مو جديدة. أكيد الظاهر هيك صار معه من ضغط الشغل. إن شاء الله بس يتجاوز هاي الأزمة رح خليه يأخذ إجازة طويلة. إجا بدر أخي. الحمد لله بابا فتح عيونه. عن جد؟ ايه الحمد لله على سلامته. مؤيد انت رد. الحمد لله على سلامته. تعال شوفه. شكرا. اهلين سمراء. منيح. ايه نحن بالمستشفى. ماشي. حتى انه حكى معي. اخي ما شافه، لو سمحتي ما رح نطول. ماشي. بابا شوف مين جبت لك.
بدر. أنا منيح منيح. الحمد لله الحمد لله على سلامتك.